هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة من المستمعة الكريمة مرام الشناوي من بورسعيد، تسأل عن قائل هذا الشعر، وهل هو شاعر مصري؟ فقد قرأت في بعض المصادر إشارة إلى أن صاحب هذه الأبيات له علاقة بمصر، فما وجه الحقيقة في هذا الكلام؟ وما القصيدة التي تضم هذه الأبيات؟ يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. والأبيات من قصيدة للشاعر العذري جميل بن معمر، الذي عاش حتى عام 82 هجرية، ينتهي نسبه إلى قضاعة من قبائل اليمن. عرف بأنه صاحب بثينة، وأحد عشاق العرب الكبار من العذريين. عشقها وهو غلام، فلما كبر خطبها فرد عنها، فقال الشعر فيها، وكلاهما أي جميل وبثينة من بني عذرة أو تيماء، وتقع شمالي المدينة، وكانت بثينة تكنى أم عبد الملك. يروون أنه قيل لأعرابي من العذريين: ما بال قلوبكم كأنها قلوب تطير وتنماث، أي تذوب كما ينماث الملح في الماء، أما تتجلدون؟ فقال الأعرابي: إننا ننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون إليها. وقيل لآخر: ممن أنت؟ فقال: أنا من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقالت جارية سمعته: هذا عذري ورب الكعبة. أما ما تذكره المستمعة الكريمة عن كونه شاعرا مصريا، فمصدره أن جميل بن معمر جاء إلى مصر في زمن واليها عبد العزيز بن مروان مادحا له، فأحسن جائزته ووعده بمساعدته في أمر بثينة. ثم ما لبث جميل أن مات ودفن في مصر. من هنا تضمن المرجع الذي قرأته إشارة إلى أن جميلا له علاقة بمصر، وقد يكون مصريا. نعود إلى الأبيات موضع سؤال المستمعة الكريمة،
وهي من قصيدة لجميل قالها في بثينة، قيل إنها أشهر قصائده وأبدعها وأحفلها بالعاطفة الصادقة والتعبير الشعري الجميل. يقول في مستهلها: ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثينة يعود، فنبقى كما كنا نكون، وأنتم قريب وإذ ما تبذلين زهيد. وما أنسم الأشياء لا أنسى قولها، وقد قربت نضوي أمصر تريد. خليلي ما ألقى من الوجد باطن، ودمعي بما أخفي الغداة شهيد. فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد يبيد. ثم يقول جميل بن معمر: وقلت لها: بيني وبينك فاعلمي من الله ميثاق لنا وعهود، وقد كان حبيكم طريفا وتالدا، وما الحب إلا طارف وتليد، التليد القديم والطارف الجديد، فهو حب قديم ومتجدد. وأفنيت عمري بانتظاري وعدها، وأبليت فيها الدهر وهو جديد. ثم تجيء الأبيات موضع السؤال: يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. والطريف أن الأبيات التي استوقفت المستمعة للسؤال تحوي اسم الشاعر قائل الأبيات في البيت الثاني، عندما قال: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، فكيف فاتها أن سؤالها كان يتضمن الإجابة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.